خلينا ننتقل لزميلتنا أريج فرزلي اللي هي موجودة بشيراتون دمشق للاطلاع على أجواء الامتحانات النهائية للأولمبياد العلمي يلي يمكن بتستقطب العديد من الطلاب من كافة المحافظات السورية. أريج صباح الخير. صباح سعد الخير صباحي. ليا، وصباح الخير إليك نور، ويسعد صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير. مثل ما ذكرتي، نحن متواجدين بالشيراتون لرصد أجواء امتحانات الطلاب، امتحانات النهائية لطلاب الأولمبياد العلمي السوري اللي إجوا من عدة محافظات. هي كانت اليوم الأجواء يلي عم تضم عدد كبير من الطلاب، يعني اليوم موجود معنا 412 شاب وشابة ضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع. طبعا دايما في بناء جيل متميز ومبدع بالعلم، وخاصة باختصاصات متعددة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وأيضا علم الأحياء. يعني هالاستراتيجية دايما بتتم بعدة مراحل، ليا هالمراحل بتشمل الطلاب اللي بيخضعوا لعدة امتحانات واختبارات. أما بكرة الأحد رح يتم الإعلان عن الفائزين بالمركز الأول خلال الحفل المركزي اللي رح يكون بدار الأوبرا، أكيد لحتى يتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مادة علمية مثل ما ذكرنا، والعشر الأوائل من كل مادة رح ياخذوا طريقهم للفرق العلمية لحتى يبدأ تأهيلهم يمكن وتدريبهم ليمثلوا سوريا كالعادة أحسن تمثيل بالأولمبيادات العالمية ويحصدوا عدة جوائز وميداليات. هذا الشيء رح يكون بالصيف القادم، رح يكون بعدة دول أوروبية، وأكيد حتى نتعرف أكثر على هالموسم وهالاختبارات بصيرنا نرحب بالأستاذ عماد العزب رئيس هيئة التميز والإبداع. الله يعطيكم العافية بدايما تميز وإبداع للطلاب السوريين. أهلا وسهلا فيكم أستاذ عماد. اليوم خبرنا كيف الإجراءات الامتحانات عم تتم، كيف الطلاب خضعوا لعدة مراحل حتى وصلوا لهالمرحلة، مثل ما ذكرنا أنه بكرة حفل التتويج. الحقيقة مثل ما شفتوا انطلقت الاختبارات منذ قليل على المستوى الوطني بعد ما خاض هؤلاء الطلاب عدة تجارب، إن كان على مستوى المدارس أو على مستوى المناطق أو على مستوى المحافظات، والآن على المستوى الوطني. ما يميز هذه المرحلة سوية الأسئلة، سوية متقدمة جدا تختلف عن باقي السنوات الماضية، وذلك رغبة من إدارة الهيئة في محاكاة الأولمبيادات العالمية، كون المستويات العلمية متقدمة جدا في المستويات العالمية، لذلك الأسئلة تختلف عن سابقاتها. أيضا نوعية وشريحة الطلاب بدأت تختلف عاما بعد عام، وذلك نظرا لانتشار ثقافة الأولمبياد لدى الشباب المشاركين فيها. هذا أحد العوامل الرئيسية الذي ساعد على رفع سوية الأولمبياد. الله يعطيكم العافية، ما رح ناخذ من وقتكم أكثر من هيك، وأكيد كل التوفيق للطلاب. شكرا كثير لكم أستاذ عماد. أما هلأ كمان رح يكون معنا، نحن عم نحاول قدر المستطاع يكون هدوء ضمن القاعة، رح يكون معنا الأستاذ علي أبو خضر رئيس الأولمبياد العلمي السوري. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيكم جميعا. اليوم حابين نعرف شو هي اللمسات العلمية الجديدة يلي خضع للأولمبياد العلمي السوري. في الواقع الخطط الجديدة للأولمبياد العلمي تضمنت بشكل أساسي تطوير في مجال الاختبارات وتطوير على مستوى اللجان العلمية. إذن الجانب العلمي برمته بدأ بخطوات جديدة، الهدف منها الحقيقة تحسين أو الوصول إلى منتج اللي هو طالبنا في النهاية، طالب الهدف يعني منتج عالي المستوى من حيث المستوى العلمي ومن حيث التأهيل المتقدم بالاختصاص اللي هو اختصه في الأولمبياد. الحقيقة الاختبارات ضمنت تطوير على مستويين، التطوير الأول هو على مستوى تعدد هذه الاختبارات، يعني كان نحن عندنا اختبار واحد اسمه اختبار مركزي في هذه المرحلة من الاختبارات، الآن عندنا اختبار مركزي واختبار معياري. الاختبار المعياري له هدف والاختبار المركزي له هدف. اختبار المركزي بننتقي 10 طلاب من طلاب صف العاشر لا ينضموا للفريق الوطني، أما الاختبار المعياري فالهدف منه هو تقييم حقيقي وفعلي لمستوى طلاب الفرق العلمية للأولمبياد اللي هن معنا لهم عامين، العام الماضي وما قبل الماضي. إذن في طبيعة الاختبارات هناك تطوير، وتطوير آخر الحقيقة في الواقع هو في طبيعة الأسئلة.
طبيعة الأسئلة ومتطلبات هذه الأسئلة. دائما يلي بتشغل بال الطلاب طبيعة الأسئلة، وبآخر شيء يعني بيطلعوا يمكن مرتاحين من الأسئلة لأنه أكيد رح تأهلهم على مراكز علمية متقدمة. لأنه الهدف من هذه الأسئلة الحقيقة رفع مستوى الطلاب وأيضا التقييم الحقيقي لمستوى هؤلاء الطلاب اللي ينعكس في خطط اللجنة العلمية في تطوير هذه الاختبارات إلى مستويات متقدمة من المعارف. شكرا كثير لك استاذ والله يعطيكم العافية. نحن سريعا رح نتعرف على طبيعة الأسئلة اليوم للطلاب مع الدكتور عمر أبو عون رئيس اللجنة العلمية لمادة العلوم. يسعد أوقاتك والله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. يعني اليوم طبيعة الأسئلة كيف عم تكون بمادة العلوم؟ إحنا بمادة علم الأحياء، مادة علم الأحياء في عنا مستويات ستة بنلجأ إلى مستوى الفهم والمعرفة والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم. فعنا في مهارات عقلية الدنيا وفي عنا مهارات عقلية عليا. فالمهارات العقلية الدنيا عدد الأسئلة بتكون فيها بسيطة وعددها قليل، بينما نلجأ إلى التحليل والتركيب والتقويم وهو أعلى مستويات أو المهارات العقلية العليا. شكرا كثير لكم واكيد كل التوفيق للطلاب. يعني هي كانت اجواء الامتحانات اليوم بهالاختبار النهائي لطلاب الاولمبياد العلمي السوري. نحن بنتمنى لهم كل التوفيق. كنت حابه اخذ كم طالب شوف كيف نمط الاسئله، بس ما لنا حابين نعطلهم ابدا ونشوش لهم تركيزهم. نتمنى لهم كل التوفيق وبكره ان شاء الله لنا لقاء معهم ضمن حفل التتويج. نعم، شكرا كثير لك يا أريج وشكرا لضيوفك يلي كانوا معك، وبنتمنى التوفيق لجميع الطلاب وان شاء الله يا رب يعملوا كثير منيح، واكيد عندنا ثقه كثير قويه فيهم. يسعد صباحك يا أريج وشكرا لك.